البامبل نامز. هذا اليوم سيحضر لنا البامبل نامز المثلجات المزينة المسحورة. لكن ما هو المكون الرئيسي؟ كيس من حبيبات الجنيات المسحورة. يبحث البامبل نامز في البستان عن حبيبات الجنيات المسحورة التي يحتاجون إليها لتحضير المثلجات المزينة، ويتحرقون شوقاً للعثور عليها. أليس كذلك هامبل؟ يام! صحيح يا جرامبل. يام! وماذا عنك يا ستامبل؟ ستامبل؟ يام! يام! انظر يا بامبل نامز، هذا منزل جنية، وأحدهم أشعل الأضواء من أجلكم. أتعرفون ما معنى هذا؟ أي حان الوقت للحصول على حبيبات الجنيات من أجل المثلجات المزينة المسحورة خاصتكم. يام 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 يام. يا للروعة! انظروا إلى هذا! يم! أو لا! أضعت الخريطة! كيف ستعثرون على حبيبات الجنيات المسحورة الآن؟ يم! أظنهم يعرفون الطريق الذي عليكم سلكه! اتبعوهم يا بامبل نامز! يام! يام! يام يام يام! ياها! يام! هذا هو كيس حبيبات الجنيات المسحورة. حصلتم على واحد، والآن بمقدورنا تحضير المثلجات المزينة المسحورة. لنأخذ كيس الحبيبات هذا إلى مطبخ البامبل نام. يام يام يام. لا تكتمل مغامرة البامبل نامز دون بعض التعثر والتخبط. هيا بسرعة! يا لها من مغامرة ساحرة أيها البامبل نامز! هل كيس حبيبات الجنيات المسحورة بحوزتكم؟ بما أن المكون السري لتحضير المثلجات المزينة المسحورة بحوزتنا الآن، حان وقت العد التنازلي لتحضير وصفتنا! عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد.
حققتم النجاح مجدداً يا بامبل نامز. كيف مذاقها يا بامبل نامز؟ هل مذاقها سحري؟ يام